نظم سكان أحياء بمقاطعة تجن وقفة احتجاجية بالمقاطعة رفضا لأزمة العطش التي تعيشها هذه الأحياء منذ فترة، ودعا المشاركون في الوقفة وزارة المياه وشركة المياه لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحادة التي تعيشها الأحياء المتضررة. نختار من المنبر نوجه رسائل، واحدة لرئيس الجمهورية، لأن نحن جزء من شعب داعم البرنامج الانتخابي وكان يحلم ولا زال بالرفاه والتمانوت خلال عام واحد على عموم التراب الوطني، فإذا بنا نفقد وسائل الحياة في قلب العاصمة وأولها الماء. الرسالة الثانية لمعالي وزير المياه والصرف الصحي، على أن الناس اللي تشرف على إنجاز هذه المشاريع بطيئة جدا في إنجازها، وعلى أن الإدارة الفنية ما هي منصفة في توزيعها للمياه على الأحياء. بعض الأحياء يعود الماء دائما عنده، بعض الأحياء ما ينطلص الماء نهائيا، وهذا عمل الإدارة الفنية للشركة الوطنية للمياه. الرسالة الثالثة للمدير العام للشركة الوطنية للمياه، العالم كامل على فراش واحد، ولا يلا يعود المواطنين لا ينقطع عنهم الماء ولا ينعل لهم إعلان الماء أين تنقطع، الماء أين الماء مقطوع ليش، ولا أين تلاه يرجع. وسائل الإعلام متاحة، ما لا ينقطع المواطنين، الخلل الفني يبلغوا المواطنين، عدوا عارفين ما مقطوع لاش وين ترجع.